بداية بنقول برج الحمل، أيامك يا رب ربنا يسعدها. عانيت كتير في الفترة اللي فاتت، كان في ضغوط كتير جدا أقوى ما أنت تقدر تستحمل. كنت حاسس إن أنت عليك عبء كبير جدا، شيلتك تقيلة، مجهد، بتعاني، مفيش حد يشيل معاك، مفيش حد ماشي وياك. دايما انت اللي بتنور لنفسك، دايما انت اللي بتساعد نفسك، بترفض كمان المساعدة من غيرك، يعني ما بتتقبلش ابدا ان حد يشيل معاك الشيلة بتاعتك. مضغوط جدا، عصبي، حاسس ان الدنيا كلها جاية عليك. كل ده يعني عايزين بس نبصله كده ونقوله باي باي، ما عناش هنشوفك تاني يا هذا الاحساس، ما عناش هنشوفك تاني، ما عندكش تقابلنا تاني، احنا كمان رافضين ان انت تقابلنا. احنا عايزين الروح الحلوة، عايزين التفاؤل، عايزين الامل، عايزين الحياة تبقى حلوة معانا. فان شاء الله هي بالفعل حياتكم هتكون احسن يا برج الحمل. عايزة اقول لكم كمان ان في عندكم افراح كتير جدا، سماع لاخبار كويسة هتسعدكم وتدخل على نفسكم السرور. تستاهلوا كل الخير وكل التحية على الاحتمال وعلى الصبر. لكل اللي تعرض للخيانة والغدر من حبيب او ما شابه، فربنا هيجيب لكم حقكم اصلا وانتوا قاعدين. انتوا مش محتاجين ان انتوا غير انكم بس تقولوا يا رب، انتوا مش محتاجين حاجة اكتر من كده. فاكثروا من الاستغفار وقولت يا رب، وان شاء الله كل اللي جاي خير. عايزينك تكون حريص جدا على خصوصياتك يا برج الحمل. ما تأمنش للناس بسهولة، وما تديش سرك لحد، لأن في ناس وانت تحسبهم أصدقاء أو معارف وبتحكي لهم سرك أول بأول، بس هم مش أوفياء، أو في فترة من الفترات هيستخدموه ضدك. فاتراجع عن هذه العادة، ما تستمرش فيها، حاول ان انت توقفها لانك هتعاني منها بعد فترة. فحاول ان انت تقفل على نفسك، وما يعني مش تقفل على نفسك من ناحية الاجتماعيات، تقفل على نفسك من ناحية الاسرار، من ناحية دواخل نفسك. ما تروحش لحد يعني شخص موثوق فيه جدا 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 ومجربه 600 الف مرة. طبعا مفيش حاجة اسمها 600 الف، بس ما علينا. يعني حاولوا ان انتوا تكونوا اكتر حيطة واحتفاظ بالسر بتاعكم لنفسكم. اللي منكم بيحاول ان هو يفتح مشروع جديد، او عايز بيفكر ان هو يغير نشاط عمله، وعايز ان هو يلجأ لنشاط جديد او منظومة جديدة حتى في الشغل، ان هو يلجأ لها في انه يعمل شغل جديد عشان يحسن الدخل ويحسن الاوضاع. احب ابشرك بان ده احسن وقت ممكن تعمل فيه حاجة زي كده. الموضوع هيبقى ناجح جدا، المشروع هيبقى ناجح جدا، وان شاء الله هتشوف فيه كل الخير، وهيكون له بوادر كويسة جدا في القريب العاجل. الام القلب والام الصدر ومتاعب النفس، كل ده هيتصلح ان شاء الله في الايام اللي جاية. في طاقة استشفاء صحيا وروحانيا عندك يا برج الحمل. في بعضكم بيعاني من أسحار شيطانية اتأذى فيها بسبب حبيب، يا إما حد كان عايز يستحصل على الحبيب ده فعمل لكم انتوا العمل، أو من حبيب سابق حاول إن انتوا ما تروحوش لغيره فعمل لكم برضو العمل، أو عمل لكم سحر. يعني السحر ده مقفل الدنيا، رابط الحال. ربنا يأذي المؤذي ويديله على قد نيته ويرد كده في نحره. ان شاء الله في الايام اللي جاية وفي جلسات الاستشفاء اللي انتوا بتعملوها واللجوء لمعالج على حسب اللي باين قدامي، ان انتوا فعلا بالفعل لاجئين لمعالج علشان يعالجكم من الامر ده، لانكم بتعانوا جدا منه. فحب اقول لكم ان شاء الله ربنا هيبعت لكم الشفاء ده، وهيكون في مردود حسن، ان هيكون في انصلاح للحال، فك للربط، فك لوقف الحال،
الحاجات دي هتتفك ان شاء الله، وخلاص ان شاء الله ايامكم هتمشي بسلاسة وبراحة تامة. في منكم عنده بناء، يعني زواج، خطبة، وفي كمان للي تعرضوا للخيانة والغدر بسبب علاقة ثلاثية، في زوال الغم والغيوم اللي كانت معششة فوق العلاقة ديت، في رحيل للشخصية الثالثة في العلاقة ديت، وانفراد بينكم وبين حبيبكم أو حبيبتكم أياكم. هتشوفوا سعادة كتيرة وهناء كتير وراحة نفسية كبيرة جدا في الأيام اللي جاية، أبشروا. الصبر ما عادش إلا قليل جدا 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 على تحقيق أحلامكم وعلى تحقيق اللي انتوا بتتمنوه. بالنسبة للمنفصلين أو انفصال أو طلاق، فهنشوف القراءة بتاعتهم بتقول لنا إيه. طبعا واضح إن الطاقة بتاعتكم نافرة، يعني حاسين إن مفيش حاجة، مفيش رجوع، حاسين باليأس، حاسين بالاكتئاب، فده بيدي طاقة نافرة إن هي بتنطر كده، تمام؟ فعايزين نقول إن في رجوع للحبيب، في رجوع ومصالحة واعتراف بحقكم واعتراف بإن الصلح أحسن حاجة، ورؤية منه إن هو ظلمكم، فإن شاء الله ده خير. كمان بالذات لشخصيات نسائية من برج الحمل، واللي تم الطلاق بفعل شخصيات نسائية من عيلة الزوج، الكلام لديت بالذات بقول لها إن الحما ديت أو الشخصية النسائية ديت عرفت بقيمتك وعرفت ان هي ظلمتك، وقد كده هي تعبت وقد كده هي اتعذبت، وهتساعد الزوج او الشخصية ده اذا كانت في علاقة حب او خطبة او زواج، فهي هتساعده في انه يرجع لك تاني، وهتستندم جامد جدا. يجوز ان هي مش هتبين ومش هتقول ده صراحة، ولكن هتقوم بتساعد من الخفاء. في كمان تعاون كبير جدا بين أطراف كتير علشان خاطر يرجعوكم لبعض، بالنسبة للشخصيات المنفصلة والمطلقة من برج الحمل. ففي ناس كتير هتتكاتف عشان ترجعكم لبعض وترد الحياة الطبيعية بينكم وبين بعض لسابق عهدها، وبعد تماما 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 لفكرة الانفصال من تاني ومن جديد. عايزين نشوف بالنسبة لحبايبي العزاب ومتأخرين الزواج، فعايزين نقول لهم رأيتكم يا عزاب ويا متأخري الزواج. بقول لهم إن في بشرة خير، في إن شاء الله عرسان على الباب وعرايس على الشباك زي ما بيقولوا، إن شاء الله هتشوفوا هنا كتير إن شاء الله. في اختيارات كتيرة هتكون قدامكم، في انصلاح لحالة العاطفة عندكم يا عزاب ويا متأخرين الزواج بعد كمية كبيرة جدا من اليأس والتعب والملل. في بادرة جديدة إن شاء الله هتظهر في حياتكم في الفترة الأول يونيو ديت، وهتشوفوا كتير، يعني فقل وفقل وفقل حسن، هتشوفوا كتير بشارات خير إن شاء الله قدامكم. منها كمان يعني اللي بيعزز الفكرة ان كمان هيكون في محيط اسرتكم في حالات زيجة وحالات خطبة كتير، فده هيعزز الفكرة ان انتوا الدور جاي عليكم ان شاء الله. فليكم كل الخير وكل السعادة. بالنسبة للعزاب، فهيظهر في حياتكم اكتر من شخص بيعرضوا عليكم الحب، وهيكون ليكم الاختيار الاول والاخير في اختياراتكم للاشخاص اللي انتوا عايزين ترتبطوا معاهم بعلاقة وثيقة وتدخلوا معاهم في علاقة جادة، يعني تمام. بالنسبة لحظكم في الشغل، زي ما احنا قلنا ففي بدايات مشاريع وفي تغيير لمجال العمل او مكان العمل، وده هيكون له مدلول كويس قوي عليكم. في خير كتير جدا للجميع، مش شرط كمان برج الحمل، بس بما اننا بنتكلم عن برج الحمل فخلينا نتكلم عنه باستفاضة أكتر. طبعا زي ما انتوا عارفين برج الحمل
ان شاء الله ان شاء الله يا رب في الايام اللي جايه. انتظرت كتير وكان في انتظار كتير لفلوس المفروض ان هي كانت تيجي. انت كنت قاعد بتستناها بس ما جتش للاسف في الموعد اللي انت كنت منتظرها فيه، فهي اتاجلت بس مش تم الغائها. فان شاء الله في وصول ليها وفي تحسنات ماديه كبيره جدا بالذات لنساء برج الحمل. في علاقات حب كتير لأشخاص كتير من برج الحمل مش لشخص واحد طبعا إن شاء الله، وهتكون علاقات ناجحة تماما، معظمها علاقات توأم روح، معظمها هيحصل فيها ارتباط كامل إن شاء الله. في عزيمة كبيرة هتدخل حياتكم، هتحسوا دايما انكم عايزين تشتغلوا وعايزين تجتهدوا وعايزين تنتجوا اكتر واكتر، لان هيكون في معنويات مرتفعة جدا لبرج الحمل ان شاء الله في الفترة اللي جاية. بتمنى لكم كل الخير وبتمنى لكم ان انتوا تركزوا على حاجات معينة، ركزوا على انكم تهتموا بصحتكم، ركزوا كمان على انكم تحفظوا اسراركم كويس قوي. بدايتكم لاي مشروع ما فيش داعي تقولوا عنها لحد، لما يبقى المشروع ينجح ويتقدم هو اللي هيعرف عن نفسه. ان شاء الله ايامكم الجايه كلها خير يا حملان ويا يعني حملان من برج الحمل، اصحاب برج الحمل من الاناث والذكور، ان شاء الله كلكم لكم الخير، بحبكم لله وفي لله، ونفسي ان انتوا دايما كلكم تكونوا موجودين معايا. ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، دوسوا على زرار السبسكرايب لو انتوا اول مره تشوفوا القناه،